جوج ديال الأخطاء ممكن يوقع فيهم الإنسان في مجال التجارة، سواء تجارة العطور على وجه الخصوص أو التجارة بصفة عامة. الخطأ الأول وهو في اختيار المنتج اللي باغي تخدم فيه أو اللي باغي تخدم عليه، سواء عندك محل سواء باغي تخدم أونلاين، وهذا كنت فصلت فيه نوعا ما في فيديوهات سابقة، وهو أنك خصك أنت اللي تدرس السوق وتعرف شنو بغى السوق، وما تخليش البائع الجملة هو اللي بروبوزي عليك انت باش تخدم، لان بين قوسين ماشي كلشي الناس غادي يبغوا لك الخير، وماشي كلشي كاين اللي غادي يبغي لك يدي ستوك على ظهرك، وكاين اللي غادي يوريك البرودوي اللي خدام. ولكن انت باش تتفادى توقع انك في شي خطأ، حاول انت تختار البرودوي اللي انت باغي تخدم عليه. الخطأ الثاني وهو لا يقل أهمية على الأول، ألا وهو كاين اللي كيبغي يطلع بالزربة وكيبغي ينجح بالزربة وكيبغي النتائج بالزربة، وهذا غلط. فالفلاح ملي كيبغي يغرس أو ملي قبل ما يجني المحصول ديالو، فأول حاجة كيدير كيحرث، كيزرع، كيسقي، وكيبقى يراقب، كاين مرة يحيد هادي من هنا ويزيد من هنا ويسقي من هنا، ومهم كيبقى مراقب الشغل ديالو اللي كتطلع الشجرة وكيبدا يداويها، عاد الثمار كتجي من بعد. فالإنسان إلا كان زربان باش أنه يحقق مبيعات من الديبار، فهذا خطأ. الإنسان يفضل التأني ويتمشى بشوية عليه، وضروري غادي تطيح وغادي تنوض وغادي تطيح وغادي تنوض، وضروري تقدر تفشل في الأول. والفشل هنا يعتبر مرحلة من مراحل النجاح، عقلوا عليها مزيان، الفشل مرحلة من مراحل النجاح. تقدر تفشل اليوم وتفشل غدا وتفشل بعده، ولكن غادي يجي واحد النهار بإذن الله اللي غتنجح فيه وغتنمي التجارة ديالك.